اهلا وسهلا بحضراتكم. هنبدا مع بعض سلسله جديده من الفيديوهات، السلسله اللي بداناها قبل كده، سلسله اعرف دوائك، هنخصصها للاقراص والكبسولات. اما السلسله دي هتبقى سلسله موازيه ليها، هنتكلم فيها عن الكريمات والمراهم، ريفيوهات شامله عن كل انواع الكريمات والمراهم وانواع الجل بالتفصيل، الاثار الجانبيه، طريقه الاستعمال، موانع الاستعمال، طريقة الاستخدام، كل ما يخص الكريمات والمراهم هنتكلم عليها في السلسلة دي ان شاء الله بالتفصيل. ونبدأ مع بعض في اول كريم في السلسلة ديت، وهو اكني ستوب. طبعا هنبدأ ألفابيتيكال، يعني بترتيب الحروف. فاول حاجة معانا اكني ستوب كريم. اكني ستوب كريم دواعي الاستعمال بتاعته بيستخدم في علاج حب الشباب. طبعا اثناء فتره المراهقه بيحصل تغيرات في الهرمونات، بتبتدي يظهر بعض الحبوب بتنتشر في الوجه ومنطقه الصدر ومنطقه الرقبه ومنطقه الظهر. الحبوب دي بتبقى منتشره اثناء فتره المراهقه. كمان كريم اكني ستوب بيستخدم في التخلص من الرؤوس السوداء المنتشره في منطقه الانف بسبب اتساع المسام. كمان بيخفف من ظهور الخطوط البيضة والخطوط الدقيقة، الخطوط الرفيعة اللي بتبقى منتشرة في منطقة الوجه. كمان بيساعد في إزالة طبقات الجلد الميتة، وبيساعد في شد البشرة. كمان في بعض المرطبات أو المواد المرطبة زي مادة البنسينول. طيب إيه المواد الفعالة الموجودة في أكني ستوب؟ في حاجة مميزة جدا اسمها الـ NDGA، اختصار النور داي هيدرو جويريتك اسيد، وكمان في الاوليانوليك اسيد. النوعين دول من الاحماض من مضادات الاكسده القويه جدا اللي بتساعد في ازاله الالتهابات والتخلص من الدهون الزايده في البشره والتخلص من حبوب الشباب. كمان في بعض المواد زي خلاصه الصبار وكمان زيت السيليكون وفيتامين ه كمضاد للأكسدة، بيساعد على إزالة الالتهابات وإعطاء نضارة للبشرة. كمان في مادة البنسينول زي ما قلنا لترطيب البشرة. دي المواد الفعالة، أهم المواد الفعالة الموجودة في أكني ستوب. يبقى كده قلنا المواد الفعالة وقلنا دواعي الاستعمال. طيب الجرعة بتاعته بيبقى مرة واحدة بالليل قبل النوم. بننصح إن هو ما نحطوش بالنهار علشان ما نتعرضش للشمس، يعني بينصح بعدم وضع الكريم ده بالنهار او التعرض للشمس علشان بيحصل التهابات في البشرة بعد التعرض للشمس، وبالتالي بيتحط مساء قبل النوم. وطبعا اثناء الحمل والرضاعة لا يستخدم الا تحت اشراف الطبيب. موانع الاستعمال بتاع كريم اكني ستوب، اي حد عنده حساسية من اي مادة من المكونات اللي قلنا عليها في كريم اكني ستوب ما ينفعش يستخدمه. الاثار الجانبيه لكريم اكني ستوب، الشعور بوخز او سخونه في منطقه الوجه بعد ما نحط الكريم، بنحس كده كمان ان منطقه الوجه مشدوده. كمان ممكن يحصل بعض الاعراض زي اعراض الحساسيه زي الطفح او الحكه او الاحمرار. وطبعا لو ظهر اي حاجه من الحاجات ديت ينصح على طول ان احنا نوقف الكريم ده. بعض الملاحظات الاخيره على كريم اكني ستوب، ينصح بعدم التعرض للشمس بعد وضع كريم اكني ستوب زي ما قلنا عشان ما يحصلش اي التهابات في البشرة. تاني حاجة ينصح بعدم ملامسة العين او عدم وضعه على اي جروح او حروق في الوجه علشان برضو بيحصل التهابات شديدة جدا. وده من الكريمات اللي برشحها بقوة في علاج حب الشباب، من الكريمات المتميزة والقوية جدا في علاج حب الشباب. طبعا مع علاجات تانية سواء غسول او كبسولات او اي نوع تاني من الادوية اللي بيوصفها الطبيب. وده كده كان ريفيو شامل عن اكني ستوب كريم. لو الفيديو عجبكم ياريت ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة اللي مش مشترك، وتفعلوا الجرس على الكل. شكرا ليكم، الى ان نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.